السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يعني قرب شهر الصوم والغفران، ولكن المسلسلات يعني كثرت والإعلانات يعني، والله أعلم كيف بتكون هذه المسلسلات هذه السنة. ما يجيبوا من دنبوعة، ما بيجيبوا لنا من كارفة. فالمسلسل هذا اللي دكان جميلة مدري بقالت يعني شكله من بداية نقده فيه عليه ملاحظات من الاسم، يقول لك الكتاب يعرف من عنوانه. فكثرت الإعلانات وكثرت المسلسلات، ولا نعلم هذه السنة وش بتكون لنا من كوارث. فهنا كمال طماح مهري على سوكوكر مدري السكوتر، هذا اللي يمشي على بطارية ويقول تابعونا، وصلاح الوافي على صفحته، وكل من مسلسل دكان جميلة هذا أنا أتوقع أنه بيجيب كوارث غير جميلة. ننتظر إحنا الإبداع حقهم اليوم السنة هذه وش بيسووا لنا برمضان وش بيطلعوا لنا. إن شاء الله ندفع الخير، بس أنا شايف أنه من العنوان قد الدنيا كلها طماطيس. فهناك الكثير من المسلسلات الذي أنا شاهدت الإعلانات لها، والإعلان والبرومبو أو البرومو مدري والله ما أسوي أدري وش يسموه خارج التغطية، وأرزاق واللي فيه فهد القرني هذا أرزاق، أظن المسلسل هذا قديم بس يأخر للسنة هذه، قد كان من رمضان الأول، وخارج التغطية شكلهم بيخرجونا إلى خارج التغطية. هذا ما لفت الانتباه بهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.